مرتبط 16 سنة والسنة دي مرتبط 18 سنة، مش بتحس يعني ما تبقاش قلقان، ما تبقاش خايف، الوضع بيكون معاك ازاي؟ والله هي مسؤولية كبيرة جدا وبيبقى بريشر عليا، وخصوصا لما السنة دي كمان بالذات لما اكتشفنا ان طلع الإحصائية بتاعت سلسلة اللاهزيمة دي حطت بريشر عليا اكتر، ان انت برضو عايز تخلص البطولة بالشكل اللي هو بدأت بيه، ان السلسلة ما تتكسرش. والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكمل المسيرة، والأهم منها ان السلسلة دي خلصت بالبطولة، يعني كل ده ما كانش هيبقى ليه قيمة من غير البطولة. صحيح. وخليني اقول لك برضو يا كابتن انه برضو انت قابلت منافسين جامدين، يعني السنة دي ما كانش الموضوع يعني في ناس فاكراه وان سايد جيم، لا انت قابلت فرق عنيدة زي الجزيرة، قابلت فرق عنيدة زي سبورتنج، يعني انت يعني يمكن مباراة الاتحاد اللي الناس شافتها اكتر عشان دي كانت مذاعة، انما انت كان عندك منافسة مع فرق كتير. طبعا البطولة السنة دي قوية جدا، سواء الفرق اللي احنا لعبناها او الفرق اللي احنا ما لعبناهاش. يعني في الناحية التانية سموحة احنا ما لعبناهاش، فرقة متميزة جدا، في الزمالك فرقة قوية جدا، السنة دي عندهم فرقة محترمة. فبطولة الجمهورية ده هينعكس على بطولة الجمهورية، هتبقى بطولة شرسة جدا، بالإضافة إلى إن في فرق في القاهرة فرق كويسة زي فرقة الشمس، فرقة الشمس فرقة كويسة كسبنا الاتحاد في ماتش من الماتشين اللي لعبوهم، فرقة مصر للتأمين فرقة كويسة. فالبطولة السنة دي صعب. بتاعة الجمهورية هتبقى صعبة جدا، لأن كله هيشوف بعض وكله هيقابل بعضه، كله هيقابل بعضه وكله أثقل في البطولة بتاعة المرتبط، يعني كل الفرق أنا بكلمك عليها دي لعبة مرتبط. فهتبقى بطولة صعبة جدا إن شاء الله، بس إن شاء الله الرجالة بتاعتنا قدها إن شاء الله، والرجالة قدها إن شاء الله. ويمكن يوسف أجيلك، يعني